هذا الطفل حبيب الله يحتاج إلى رعاية، إلى رحمة، خصوص في سنين الأولى. تتدري أن شخصيته تتشكل في هالدور، يعني من السنة الأولى للسادسة، هذه شخصية الطفل، بعد ذلك تتحكم بأيام عمره كلها السنين الستة الأولى. إذن هي اللي راح تطي الطابع، تطبع شخصيته، تطي هيكل، تطي طابع معين. هذا شيء أصبح مفروغ منه، من الحقائق المسلمة. بالإضافة إلى أن الطفل يمثل لك شنو طراوة الحياة. ويقول أحد أدبائنا: يا رب من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا، ورد الأذى عن كل شعب وإن يكن كنودا وأحببه وإن كان مذنبا. ويا رب حبب كل طفل فلا يرى وإن لج بالإعنات وجها مقطبا، وصن ضحكة الأطفال يا رب إنها إذا غردت في ضامئ الرمل أعشبا. هذا الطفل أرجوك، هذا يهمل ويترك ولا يربى ولا يرعى، وبعد ذلك نقعد نسكب عليه غمرات من اللوم. شلون جيل من الأجيال، جيل ممسوخ، أطفالنا خربوا وفسدوا، اتفشدتهم.